بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا ومشاركينا في قناة باقة أفكار، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض فكرة جديدة للاستفادة من البلوزة القديمة، بإن احنا نجددها وفي نفس الوقت إن احنا نطول الكم بتاع البلوزة دي. بلوزة كانت عندي أنا بحبها جدا علشان الرسوم اللي فيها، رسمة البيزلي الجميلة دي ولونها حلو جدا، فانا حبيت اغير من شكلها فعملت الجزء الكروشيه ده في الكم. وكمان عملت الجزء اللي تحت من البلوزة علشان اطول البلوزة. انا استخدمت هنا خيط كوتون بارليه نمرة 8، ابيض ولونه جميل واستخدامه حلو زي اليزا ديفا بالظبط. انا طبعا عشان اشتغل الكم هنا في الاول واشتغل كروشيه على الكم، بستخدم في الاول غرزة البطانية على القماش الجزء ده اول صف، بعد كده ببتدي اشتغل الغرزة الكروشيه اللي انا بضيف تصميمها. هوريكم دلوقتي انا ازاي بشتغلها. بسم الله الرحمن الرحيم، انا هبتدي دلوقتي اقول لكم ازاي احنا بنعمل غرزة البطانية اللي هي بتبقى اول صف اساسي اشتغل عليه بالقماش بالكروشيه لما اكون هشتغل قماش مع كروشيه. فانا اول غرزة اهي هحط هنا، ومش هعمل كده، انا هجيب الابره من الخيط من تحت الابره واطلعه فوق واشد كده اهي، التانيه اهي، التالته، الرابعه، لغاية ما اخلص كل المكان ده وارجع اشتغل الكروشيه في المنطقة دي. بدي كأني بعتبرها اول صف سلسلة اشتغل عليه الكروشيه. اهم حاجة يكون عندي المسافات دي متساوية، لو ما قدرتيش تظبطيها كده بمجرد النظر ممكن تعملي تمسكي المزورة هنا معاكي وتعملي مسطرة بالورق وتدبسيها هنا وتبتدي تمشي معاها حسب المقاس، ودايما بتبقى المسافة من هنا لهنا نص سنتي. هخلص الصف ده واجيب ابرة الكروشيه ونشتغل مع بعض نشوف ازاي. بس اهم حاجة العقدة بتاعت الخيط، انا ممكن اعمل كده اهي عادي بس مش هتبقى مظبوطة حلو، هتبقى مشدود الخيط، لكن الاحسن ان انا اعمل كده واجيب الخيط ده فوق الابرة وده تحت الابرة ويطلع لفوق تاني واشد معايا كده اهو، هتطلع معايا غرزة البطانية كده. تاني اهو الخيط ده فوق الابرة، ده من تحت الابرة يعدي يطلع تاني فوق وابقى شد معايا كده اهو، اخلص شكل الغرزة اخلصها وارجع لكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم، دلوقتي احنا هنشتغل كروشيه على صف اللي احنا عملناه من غرزة البطانية. هبتدي اعمل سلسلة وعمود واحدة، وتحت الخيط هعمل عمود سلسلة اتنين، وهعمل تحت الخيط عمود واحد اثنين، وهعمل عمود واحد، وهعمل عمود واحد اثنين، وهعمل عمود. وكده يبقى انا دخلت الكروشيه وثبته مع القماش من غير
بيبقى عندي طريقة تشبيك صعبة عن كده. دي اسهل طريقة انا شايفة انها ممكن تشتغلي بيها في دمج الاتنين مع بعض، الكروشيه مع القماش، وده اللي انا بعمله اساس لاي صف لما بشتغل، زي ما شفته في كم البلوزة او في الاطار الخارجي لنهاية البلوزة. نشوف ده مع بعض في البلوزة ان شاء الله. شكرا. وان انا اول صف بشتغله على القماش نفسه بغرزة البطانية بإبرة الخياطة العادية، وبعد كده ببتدي بإبرة الكروشيه اشتغل التصميم اللي انا نفذته. التصميم ده عبارة عن 4 أعمدة امامية. هنا الصف ده عبارة عن 4 أعمدة في الاول خالص، بعد كده بيزيدوا يبقوا 6 في كل مرة. بعمل 2 في النص وبشتغل 2 على الحواف بتاعت الاتنين اللي قبلهم. هنشوف ده دلوقتي مع بعض. ادي اول 2، وبعد كده هعمل هنا 2 عمود، وفي الصف ده عمود، العمود اللي فوقيه عمود تاني، ماشي، عشان هو الخيط رفيع جدا رغم عيب ده، لان هو بيدي نتيجة رائعة بتشبه الكروشيه فيها الدانتيل بالظبط. ادي اول عمود امامي، بعدين 2 سلسلة، عمود امامي 2 سلسلة، عمود امامي 2 سلسلة، العمود الرابع اهو، بعد كده 2 سلسلة. هاجي بقى هنا في 6 أعمدة دول، هشتغل هسيب اول واحد مبشتغلش فيه، هشتغل في التاني عمود، والتاني عمود، في النص هنا بقى بعمل عمودين وبينهم واحدة سلسلة واحدة. من العمود التاني اهو هبتدي هنا عمود، وهنا عمود، بسيب العمود الثالث زي ما سبته هنا في الاول، يعني سبت ده وسبت ده، تمام. بعد كده 2 سلسلة، وهبتدي تاني عمود امامي 2 سلسلة، عمود امامي 2 سلسلة، عمود امامي 2 سلسلة، عمود امامي امامي. انا بعمل ده زي ما عملت الكم الاولاني، بياخد حوالي 14 صف. دول 14 صف، لما اخلصهم هوصل الصف ده هقول لكم ده انا بعمله ازاي. هنبتدي دلوقتي الصف اللي قبل الاخير اللي هو قبل الاطار ده، اللي هو الصف ده بالظبط. انا بعمل 6 زي ما هم هنا، والثلاثة دول بعمل فيهم 3 و3 وواحد قبلهم. وانا الفكرة كلها ان انا عايزة الشكل الخارجي للاطار ياخد شكل الزجزاج، عشان نعمل ده بنقص هنا وازود هنا. هنشوف ده دلوقتي عملي في الصف اللي قبل الاخير. هاخد هنا واحدة عمود، وفي كل عمود من الثلاثة دول عمود، احنا خلاص كده هنوصل لاخر صف اللي هنعمله في الاطار اللي هي الوحدات الصغيرة دي. هنشوف احنا هنعملها مع بعض ازاي. انا عندي سلسلة 4، هبتدي من اقرب مكان ليها هنا تحتها على طول، هعمل عمودين. ادي اول واحد، ادي العمود الثاني، وخلص العمودين مع بعض ودول مع بعض وكمان واحدة هتديني الشكل ده. هاجي هنا هقيس كده، واقرب مكان هقفل بمنزلقة تاني. 1 2 3 4، هاخد بقى في اول واحدة انا عملتها تحتها على طول عمود، 2 هما معايا على الابرة اهو،
عمودين والسلسلة الأولى، هخلص أول عمودين مع بعض وبعدين مع السلسلة، وكمان أعمل واحدة قفل وأقيس هنا. تقريبا دايما بتطلع في السلسلة الرابعة، وأقفل بمنزلقة. تاني، واحد اتنين تلاتة أربعة، وتحتها هنا في الفراغ هعمل عمود، العمود التاني بقوم عندي تلاتة اهو على الإبرة، هاخد اتنين واحد واتنين في واحد، واقفل كمان بواحد، وأعد هنا ادي واحد اتنين تلاتة أربعة، وهقفل بمنزلقة. ده الشكل النهائي، لما نخلصها هرجع لكم تشوفوها. خرمت